عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. إياكم في هذه اللحظات اندفاعات هذا الشوط ومتواصلين في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد. نتابع هنا الختامي، نتابع هنا انطلاقة هذا الشوط، شوطنا الخامس المخصص للبكار الحقايق. المسافة هي 4 كيلومترات. هنا نتابع، هنا هذه الانطلاقة، هنا هذه التسعيرات، الجوائز القيمة، السيارات بالانتظار الثمينة. يا سلام جائزة هذا الشوط، جي امس سريرا ايضا بكابلي الفائز بالمركز الاول. هنا نتابع مقدمة الشوط واندفاعة المركز الاول، ربدة لراشد بن محمد بن حمد الدعية على المركز الاول على المقدمة. هنا في صدارة هذا الشوط منطلقا بربدة مع المركز الاول، المركز الثاني شعار بن جبر قادم هنا في هذه اللحظات، نجوى لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على المركز الثاني، المركز الثالث نتابع القدوم مع مغادرة لحمد بن راشد بن محمد بن الصفوة المري على المركز الثالث. شوط من أشواط الإنتاج، شوط من أشواط الإنتاج. نتابع هنا المركز الرابع، القدوم من مستحيلة لعلي بن سالم بن جابر المري مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع منوة قادمة مع المركز الخامس، هذه هي منوة اللي محمد بن حمد بن عتيق. يا سلام هنا منطلق مع المركز الخامس العنيد، يا سلام مع خامس المراكز. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المقدمة هنا، ونعود إلى أيضا هناك مغادرة لحمد بن راشد بالصفوة المري مع المركز الأول. غيرت على الصدارة عينها على الجي أمس، يا سلام يا سلام، مندفعة هنا في مقدمة الشوط بشعار بالصفوة اللي تألق معنا في هذا الموسم. نشاهده هنا في هذا الشوط من أشواط الإنتاج والمنتجين، ربدة على المركز الثاني، راشد بن محمد الدعية قادم مع ربدة على المركز الثاني والمركز الثالث. ديروا بالكم أيضا من مستحيلة لعلي بن سالم بن جابر الجربوعي قادم مع المركز الثالث، المركز الرابع. هناك منوة محمد بن حمد بن عتيق هنا في هذه اللحظات البريدي، يا سلام، مع اندفاعة على المركز الرابع، المركز الخامس. نتابع هناك اللي هي نجوى لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، يا سلام يا هذا الشوط. السيارة تتجول ما بين المشاركين، قطعنا 2 كيلو اتبقت مثلها هنا في هذه اللحظات. والعودة إلى المقدمة، إلى بالصفوة، إلى بالصفوة، يا سلام، مع مغادرة اللي على المركز الأول مسيطرة تمام السيطرة، مندفعة منطلقة، يا سلام. شوف الشعارات اللي بدأت تتدخل في هذه لحظات بهذا الانطلاق، بهذا الاندفاع. شوفوا اول الواصلات على المركز الثالث، اهتمام عبد الله بن مبارك بن حميد الشامسي يصل مع المركز الثالث هنا في هذه اللحظات. وانتبهوا ايضا على هذا الاسم مع هذا الاندفاع، مع هذا الانطلاق باندفاعة اهتمام لعبد الله بن مبارك بن حميد الشامسي. غيرت مباشرة الى مقدمة الشوط، الى الصدارة، الى الانتصار، الى الفوز، يا سلام، مندفعة هنا في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله، مع 1200 متر الأخيرة عصاها في بطانها بأدائها وتميزها. المركز الثاني مغادرة مع شعار بالصفوة، هناك اللي وصلت في هذه اللحظات مستحيلة علي بن سالم بن جابر الجربوعي. شوفوا شعار بن جبر، يا سلام يا سلام يا هذا الشعار. نجوى راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، الله، يا سلام يا سلام، المركز الثالث. نتابع الوصول هنا في هذه الانطلاقة والاندفاع مع اللي وصلت. شوفوا اللي وصلت القادمة، العبور، أحمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، يا سلام، الشعار الاقتصادي. ولكن منوة قادمة، منوة قادمة تحمل الرقم 1 مع مالكها محمد بن حمد بن عتيق بن قريع قادم مع المركز الثاني باندفاعتها في هذه الانطلاقة. ولكن نعود إلى المقدمة، الى الصدارة، اهتمام لعبد الله بن مبارك بن حميد الشامسي، الله يا هذا الشوط.
شوف القدوم شعار بالعفرة قادم قادم، ولكن الله اهتمام، بدأت اهتمام باندفاعتها بانطلاقتها. شوفوا اللي واصله هناك اللي هي الشهامة، سعيد بن مسلم بن محمد بن سبت الخيالي، ولكن اهتمام اهتمام. الله ما شاء الله تبارك الله، اهتمام اللي نبهناكم على ايضا ادائها وتميزها، وما شاء الله اهتمام. سلام والتحية والاحترام مع شعار اهتمام ومالك اهتمام الشامسي، سلام والتحية مع الفوز، والجي امس ايضا مع اهتمام، والسيارة والسلامات سلام والتحية والاحترام مع عبد الله بن مبارك بن حميد الشامسي، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت الشهامة سعيد بن مسلم بن محمد الخيالي، المركز الثالث العبور احمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، المركز الرابع وصلتنا الكايدة محمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان، المركز الخامس من وال محمد بن حمد بن عتيق بن قريع المري، تهانينا والناموس لمالك اهتمام من قدمت عرضها الممتاز وانتزعت الفوز والناموس مع هذا الشعار وانتزعت السيارة والتوقيت الزمني ساعة الوصول مع اهتمام 6 دقائق ثانية واحدة 24 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالكها عبد الله بن مبارك بن حميد الشامسي، المركز الثاني. وصلت هنا في المركز الثاني الشهامة 6 دقائق 4 ثواني 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك الشهامة سعيد بن مسلم بن محمد بن سبت الخيالي، المركز الثالث. وصلت في هذه اللحظات اللي هي العبور وتوقيتها 6 دقائق 5 ثواني و60 جزء من الثانية، الشعار الاقتصادي أحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، تهانينا والناموس للجميع، تهانينا لجميع الفائزين.